أهلا بكم أصدقائي في الجزء الثاني من كيفية كتابة نص إنشائي. تعرفنا سابقا على المقدمة وقلنا أنها فقرة قصيرة تمهد للموضوع، والذي كان يتحدث عن رحلة عائلية إلى مدينة مغربية. والآن سنكمل درسنا. ما هو العرض يا ترى؟ تعالوا معي لنتعرف عليه. العرض يا أصدقائي هو قلب النص الإنشائي، فيه تبينون الأفكار التي تريدون كتابتها، وتكون فقراته أطول من المقدمة لأنه يعتمد على الشرح وسرد التفاصيل. ولكتابة العرض يفضل فقط للتسهيل تقسيمه إلى فقرات قصيرة حتى يسهل عليكم سرد أفكاركم بنظام ودون أن تختلط عليكم. فحسب نص الموضوع يفضل أن تذكروا في الفقرة الأولى الأمور القبلية كتجهيزات السفر، الحقيبة، ذكر وسيلة النقل المستخدمة في السفر إلى آخره. أما الفقرة الثانية فخصصوها للتحدث عن وصف المدينة، وذلك بإبراز المميزات التي رأيتموها وآثارها التاريخية، أسواقها، أجوائها إلى آخره. أما الفقرة الثالثة فاجعلوها خاصة بالأنشطة التي قمتم بها مع العائلة كالألعاب، السباحة وغيرها من الأنشطة الترفيهية. إذن بعد أن تجهزوا هذه الأفكار حسب الفقرات، يجب عليكم أن تهتموا بنص الموضوع، لا تخرجوا عنه. وإذا طرحتم سؤالا في المقدمة فلا تنسوا عدم الإجابة عليه في العرض، بالإضافة إلى استخدام أدوات الربط للانتقال من المقدمة إلى العرض بسهولة. وكلما بحثتم عن معلومات أكثر كلما كان موضوعكم مميزا. حسنا، الآن استمعوا لهذا النموذج لعرض مناسب للمقدمة التي جهزناها سابقا. جهزت حقيبتي الصغيرة وصعدت إلى سيارة أبي أنا وأخي، ثم اتجهنا إلى مدينة طنجة. كانت الطريق طويلة فقد وصلنا عند غروب الشمس، فاتجه بنا أبي إلى منزل عمتي لنلقي التحية عليها ونستريح من عناء السفر. وفي الصباح بدأت رحلتنا، حيث زرنا قصبة طنجة ودخلنا إلى متحفها المعروف بدار المخزن، والذي كان قصرا لأحد السلاطين في القرن السابع عشر. بعدها دعانا أبي لشرب الشاي في مقهى الحافة لنسترجع طاقتنا حتى نستطيع التجوال في السوق الكبير. إنه حقا كبير، لقد كدت أضيع فيه لولا الشرطي الذي ساعدني على إيجاد أبي. أكملنا طريقنا إلى بحر أشقار، فدخلنا إلى مغارة هرقل الشهيرة، أكبر مغارات إفريقيا. بعدها اتجهنا إلى الشاطئ واستمتعنا باللعب برماله الذهبية والسباحة في مياهه الصافية. وفي المساء عدنا إلى منزل عمتي ونحن في غاية التعب. والآن حان دوركم، دور إبداعاتكم يا أصدقائي. ابحثوا وفكروا ثم اربطوا بين الأفكار لتصبح لديكم فقرة متماسكة ومترابطة. حظ موفق وإلى اللقاء.